في مدينة هي الأولى من نوعها في تشاد من حيث التنظيم والحضور، حيث قامت جمعية النهضة الخيرية بزواج جماعي ل12 شابا و12 فتاة. كان ذلك بالدائرة الثامنة. تقرير محمد حسن آدم. أقامت منظمة النهضة الخيرية لأجل تنمية المرأة والشباب حفلا بمناسبة الزواج الجماعي ل12 زوجا وزوجة، وذلك بملأ بديجير الرياض بالدائرة الثامنة بحضور عمدة الدائرة ومندوب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالدائرة وعدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات الإسلامية وجمع غفير من المدعوين. وبهذه المناسبة أعربت رئيسة منظمة النهضة الخيرية لتنمية المرأة والشباب أن رغبة المنظمة الصادقة من أجل خدمة المجتمع عبر تسهيل أمور الزواج. في التوقيات أيامات الفاتة نستوينا في الدوائر العشرة، فده يعني بيجي نتيجته، وأسعى كلها أي واحد مثلا داير الزواج ولا داير يسهلوا للطريق. أهنيهم كلهم للعرسان وأهلهم كلها، ونتمنى لهم مستقبل زاهر وحياة سعيدة. من جهتها عمدة الدائرة الثامنة فاطمة يحيى عبد الله قالت إن منظمة النهضة الخيرية قامت ببادرة إنسانية يجب دعمها ومساندتها لأنها تدخل في إطار خدمة ورفاهية المجتمع. أما مندوب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالدائرة الثامنة الشيخ محمد دقاش أحمد فقد شكر منظمة النهضة الخيرية على إقامتها لهذا الزواج الجماعي، سائلا الله تبارك وتعالى أن يبارك في زواج الشباب الاثنى عشر الذين تم تزويجهم زواجا جماعيا.